بدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وبتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين، انطلقت مدينة شباب 2030 في نسختها 11. هذا وتطرح المدينة من خلال برامجها المتنوعة 2400 فرصة تدريبية تحاكي من خلالها متطلبات سوق العمل وتساعد المشاركين فيها على اكتساب المهارات الأساسية لخوض غماره. برامج تدريبية متنوعة تحاكي سوق العمل وتتولى تدريب الشباب على متطلباته من خلال برامج متنوعة بتخصصات جديدة تطرحها مدينة الشباب في موسمها 11. عن هذا المشروع تحت وزارة شؤون الشباب والرياضة في النسخة 11 لهذه السنة، والحمد لله عقب الجائحة قدرنا أن احنا نطرح هذا المشروع ونوفر حوالي 2000 فرصة تدريبية للمشاركين من الشباب والناشئة. طبعا مدينة الشباب مفتوحة من عمر 9 إلى 35 سنة. برامجنا تتقسم تحت 5 مراكز أساسية، نبدأ من القيادة، العلوم والتكنولوجيا، الفنون، الرياضة والإعلام. إن شاء الله يا ربي نكون توفقنا أن احنا نقدم أفضل البرامج اللي تتناسب مع الشباب في فترة الصيف. هذا المشروع احنا نقدمه مع شريكنا الاستراتيجي تمكين ومجموعة من الشركاء اللي قاعدين ننفذ هذا المشروع خلال هذه الفترة. طبعا هالسنة مركزين على 3 مجالات بشكل رئيسي اللي هم السايبر سيكوريتي، الكودينج، الكرياتيف اندستريز. حاولنا نجمع هاي المجالات الثلاثة في كل برامجنا حق الفئتين الصغار والكبار في الفترتين المسائية والصباحية، وغطينا عدد كبير من هذه البرامج، وإن شاء الله نطلع بمخرجات ممتازة وبمشاريع نهائية تكون لها بصمتها في هذه السنة. هذه البرامج التي تقدمها المدينة تساهم بشكل كبير في صقل شخصيتهم وتمدهم بالمعلومات الجديدة والخبرات المتنوعة في مختلف المجالات. وايد أشياء من ضمنها تقوي شخصيتي، أتعرف على ناس جديدة، أعرف البرامج الموجودة، يعني أكتسب من كل برنامج شيء. شفتها كفرصة ممتازة على أساس أني أطور من نفسي واستغلالاً لأوقات الفراغ، ويعني شفتها البرنامج اللي شفته هني The Entrepreneur برنامج مناسب لي، يناسب في صقل شخصيتي ويساعدني في تطوير مهاراتي. برامج مدينة الشباب متنوعة، واللي هو أن تصاحبك كل واحد شنو موهبته شنو مجاله، فيعني هي فرصة كبيرة لكل الشباب اللي يبون يطورون من روحهم ويزيدون من تعليمهم. التعاون بين وزارة شؤون الشباب والرياضة وتمكين في تنظيم مدينة الشباب يأتي انطلاقا من التزام الجانبين بتنظيم المبادرات التي تتيح الفرص التدريبية أمامهم لتجعلهم الخيار الأمثل في سوق العمل. في نسختها الجديدة تحاكي مدينة الشباب متطلبات تدريب الشباب للدخول في سوق العمل، وتعمل على اكسابهم المهارات الأساسية واكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم في مختلف المجالات. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.